ينضم إلينا عبر الهاتف النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية. مرحبا بك سيد أرشد. أهلا وسهلا. ما هو تقييمكم لمجريات معارك تحرير الموصل حتى هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا. أنا أولا أعبر عن تقديري واحترامي الغالي لقناة الموصلية التي يوصل معاناة أهالي الموصل الحدباء، موصل المعروفة بعفتهم وتاريخهم وثقافتهم وأدبهم وفنهم وبكل ما يملكونه من زخم تراث أدب أخلاق جوامع تسبيح، كل هذه التي كان يملكها الموصل وسيملكها مستقبلا. هذه هي بداية كلامي. ولكن ما يحصل اليوم من المواجهات العسكرية هي فعلا قد وصلت إلى مرحلة صعبة ومعقدة بعض الشيء، وذلك لأن الأنجاس الدواعش يستغلون المدنيين البسطاء المتواجدين داخل الأحياء السكنية كدروع بشرية، وعند ذلك تتقدم القوات العراقية فتبقى المدنيين بين نار القوات العراقية وفي بعض الأحيان وباستخدامهم كدروع بشرية من قبل مجرمي داعش. هذه عقدت الأمر بعض الشيء وأدى إلى مرحلة بحيث أن يفكر المدني الخروج من منطقته بأي طريقة كانت، وهذه أيضا عملية معقدة، وذلك لأن الخيم ومناطق الإيواء لا زالت تفتقر إلى المزيد من الخيم والتجهيزات. ولا أخفي عليكم، أنا في سابق لقائي مع الخارجية التركية طلبت منهم تقديم المساعدات العاجلة، وكانت هنالك تقديم أكثر من 180 شاحنة محملة بالخيم والمواد الصحية والطبية، وتم تسليمها إلى حكومة الإقليم، ولكن وضع بشكل عام معقد وهي بحاجة إلى مزيد من الدعم. وأعتقد المجتمع الدولي أيضا عليه أن يبذل قصارى جهده في تقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية، وعلى القوات الأمنية العراقية أيضا أن لا ينأى بنفسه عن طلب مزيد من الدعم من القوات الدولية، لأن العراق اليوم يحارب نيابة عن المجتمع الدولي. نعم سيد أرشد، هل وضعتنا أيضا في صورة كاملة عن مجريات المعارك في محيط قضاء تل العفر والعياضية والمناطق ذات الأغلبية التركمانية؟ يعني ما يحصل في حوالي قضاء تل العفر، لا زالت تل العفر مطوقة من ثلاث جهات، من المحور الغربي والشمالي والجنوبي، وهذه طبعا أدت أيضا إلى وقوع مزيد من الخسائر، لا زالت هنالك كثير من النازحين من المدنيين قد فروا من تل العفر متجهين إلى الجزيرة، وفتحوا أعينهم وهم في مدينة عزاز السورية، وهم يبلغون ما يقارب 4000 عائلة مدنية مات في الطريق عدد منهم، لكن لا زالت تل العفر مطوقة، وهنالك استعدادات الجارية بضرورة اقتحامها من قبل القوات الأمنية، منها اللواء 92 واللواء 72، ونتمنى أن يتم تحرير تل العفر اليوم قبل الغد لتعود كل مكونات تل العفر مرة أخرى إلى مدينتهم. نعم، لو تحدثنا أيضا عن من هي القوات التي ستشارك أيضا في معركة تحرير مركز تل العفر، وهل هنالك أيضا سقف زمني للمعركة؟ يعني الاتفاق الذي أبرم مع السيد رئيس الوزراء بين مكونات تل العفر، حسب ما أعتقد كان هنالك دخول القوات الأمنية من مكافحة الإرهاب وكذلك الفرقة 15 من الجيش العراقي، وهذه الاتفاق قد أبرم، وينبغي أن يكون هنالك دعم لهذه القوات، ولكن هنالك أيضا خطة لتشكيل قوة أخرى مؤلفة من مكونات تل العفر في حدود 2000 مقاتل، هؤلاء يتولون مسك الأرض بعد التحرير، وهم من مكونات تل العفر بدون أن أتطرق إلى أنهم من المكون السني أو الشيعي، ولكن باتفاق ممثلي مكونات تل العفر،
وأن تكون هذه القوة تمسك الأرض بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية. نعم، هنالك أفواج متعددة من المقاتلين التركمان وخصوصا أبناء تل العفر، هل سيشاركون في المعركة إلى جانب القوات الأخرى؟ هنالك كل التركمان يحاولون المشاركة في عملية التحرير، وكان هنالك متطوعون من كركوك وهم من القومية التركمانية كانوا استشهدوا قبل يومين في قاطعة اللعفر أثناء المصادمات. إن شاء الله نحاول أن نعبر الأزمة التي اشتعلت في تل العفر وهي الأزمة الطائفية، ولذلك لا بد على سياسيي تل العفر وعلى شيوخ وعشائر تل العفر أن يعلموا بأن الفتنة الطائفية إذا أججت فلن يعودوا إلى تل العفر مرة أخرى، بل سيدخلها الغرباء ومنظمات إرهابية مثل البيكاكا والآخرين. لذلك نحن ننصح العشائر التركمانية في تل العفر المتواجدين في كربلاء والنجف وحلة وفي تركيا وفي كركوك أن يعلموا بأن إذا استمرت التفرقة المذهبية بينهم فإنهم سوف لن يعودوا إلى أراضيهم، بل سيبقون بعيدين عن تل العفر وستكون تل العفر جغرافية لناس آخرين غرباء لهذا البلد. نعم، برأيك سيد أرشد كيف سيؤثر تحرير تل العفر على مجريات معركة الموصل في حال تم اقتحام المدينة في الفترة القريبة المقبلة؟ يعني هذه هي جملة من الخطط الأمنية العسكرية، الجيش هو أعلم به، سواء كان أن يتم تحرير الموصل أولا أو أن يتم تحرير تل العفر أولا، هذه الأمور الأمنية نحن في غنى عنها. نحن كسياسيين نشد على أيدي القوات الأمنية اليوم التي تقاتل نيابة عن المجتمع الدولي، سواء كان داخل الموصل داخل أحيائها أو في حوالي الموصل في أطراف مدينة تل العفر. نعم، أيضا هلا حدثتنا عن أوضاع نازحي تل العفر، وهل فعلا توجه العديد منهم إلى المخيمات السورية كمخيم الهول وغيره؟ نعم، الأخبار التي وصلتنا هم في حالة سيئة جدا، ولذلك كان هنالك عوائل تنتظر الدخول إلى تركيا من مدينة عزاز السورية، لا زالت هنالك تحقيق بهذا الخصوص على كيفية سماحهم بالدخول، وهنالك أيضا نازحين يخرجون إلى العراء خوفا من المصادمات، خوفا من المشاكل التي يكونون ضحية فيها كمدنيين من النساء والأطفال. هذه المناطق لا زالت موبوءة بكثير من المشاكل، ومشكلة النازحين هي الأوفر في هذه الساحة خلال هذه الأيام. نعم، السيد النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حدثنا عن آخر التطورات فيما يخص الجبهة أيضا التركمانية، شكرا جزيلا لك.